استغل هذه الفرصه لاحيي فوق الجرأة الذي اخذه القضاء اليوم في قضيه زميل الاستاذ عبيد قضى بعكس من ادعى عليه بالباطل. الحقيقة مسألة الأمن هي مسألة والتنصيص عليها في الدستور هي ليست لا من باب التزيد أو المماثلة، وهي ليست كذلك مسألة يمكن أن نستغنى عنها، بل هي مسألة ضرورية. والخوف في مسائل الأمن بمفهومه الواسع، الأمن كحق، الأمن كمؤسسة وخدمة. يا عروسة يا عيشك يا عروسة اتكلم بالبركة يا عروسة. وكذلك الأمن كسياسة كبعد استراتيجي يقتضي منا الأمن مختل في هذه القاعة يقتضي منا اعتماد مفهوم شامل للأمن بما يضمن أو يتضمن كذلك ليس فقط المؤسسة الأمنية أو العسكرية، وإنما هياكل التصرف والإشراف والرقابة على هذه المؤسسات. كانت لي في مناسبة سابقة أن كتبت عن القسم الثالث الذي ورد بمشروع مسودة الدستور أو مسودة مشروع الدستور حول الأمن والدفاع، وتساءلت هل يؤسس مشروع الدستور إلى أمن ديمقراطي، وأستعمل كلمة أو مصطلح أمن ديمقراطي وليس أمن جمهوري. وخلصت بالقول إلى أن مشروع الدستور رغم ما أتى به هذا القسم من إيجابيات، واليوم أعتبر أنها كانت إيجابيات رغم النقائص التي انتبتها، لا يؤسس بالقدر الكافي لأمن ديمقراطي. اليوم أريد أن أقول أين الأمن والدفاع في الدستور أو في مشروع الدستور. عندما خاضت اللجان وخاصة لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما في هذه المسائل، وتعرضت فيما بعد هيئة الصياغة والتنسيق إلى المقترحات وتقدمت بمقترحاتها فيما يتعلق مثلا في شهر فيفري هذا الفارق، فيما يتعلق مثلا بالفصل 95 الذي أثار جدلا عميقا أعتبره أن غير فو بروبليم، لأنه انصبت الاهتمام انكب الاهتمام على المسائل المتعلقة بالقوات الشبه عسكرية ولم تركز على المبادئ الأساسية المؤسسة لمفهوم أمن ديمقراطي، احترام القانون، الشفافية، الحياد والرقابة البرلمانية. وكانت هذه المبادئ وإن تضمنها الفصل 95 موجودة فيها أو مغيبة، إلا أنها كانت مهتزة وعليلة، مما يجعل مفهوم الأمن الجمهوري ولا الأمن الديمقراطي مفهوم مفرغ من المحتوى من أساسه. قلت عندما قرأت مقترحات ومقترح هيئة التنسيق والصياغة في خصوص الفصل 95، الاحتفاظ بفكرة الرقابة البرلمانية على الأمن وتضم إلى الأحكام المتصلة بصلاحيات السلطة التشريعية إذا تقرر عدم الاحتفاظ بباب خاص بالأمن والدفاع، فقلت ضاع هذا الباب وضاع الأمن والدفاع والرقابة الديمقراطية على الأمن في الدستور، وتأكد ذلك في هذه الصيغة من مشروع الدستور. لأنه ولم أتيه سيد الرئيس، لأنه عما نبحث؟ عما يبحث المواطن بكل بساطة؟ المواطن يبحث عن خدمة أمنية ذات جودة،
un service de sécurité de qualité, أقول خدمة وليس وظيفة. يوفر من النجاعة والجدوى ما يجعله فيه الجودة. يكون مسؤول أمام المؤسسات الديمقراطية وكذلك أمام المجتمع. وهنا أتساءل عن الفصل 57 من هذا المشروع الذي قيد دور المعارضة. وكذلك أن تتوفر في هذه الخدمة وفي أداء المؤسسة الأمنية شروط الشفافية واحترام القانون. هذه هي. وهذا ما يتطلع إليه المواطن، وهذا ما هو مطلوب من السلطة التأسيسية التي عليها أن تقطع مع ماضي جعل من المؤسسة الأمنية بمفهومها الواسع أداة وأسلوب لممارسة السلطة والتسلط وانتهاك الحقوق والحريات. On ne va pas refaire, réinventer la roue, ni d'ailleurs l'eau chaude. Les recettes sont toutes faites. Mais d'ailleurs, وبي عجالة. هذا يعني مجموعة من المبادئ التي يجب إقرارها في الدستور حتى نضمن مفهوم الأمن الديمقراطي. أولا، ثم احترام حقوق الأعوان والوحدات العسكرية والأمنية، هذا عنصر آخر. إطار قانوني واضح يكرس أهم هذه المبادئ في القانون وعلى رأسها الدستور، وهنا الدستور لم يكرس هذه مجمل هذه المبادئ. ثم آليات مؤسساتية تضمن احترام هذه المبادئ كالقضاء أو كالموفق العسكري في بعض المؤسسات أو أساساً البرلمان. أين مشروع الدستور من كل هذه المبادئ؟ أقول تقريباً غابت هذه المبادئ. أقول أنه المسائل المتعلقة بالأمن لا تنحصر في جملة الفصول المخصصة في الفصل 15، 16، 17، 18 إلى غير ذلك أساساً في هذه. فهي يمكن أن تمس كذلك مجموعة من الفصول الأخرى فيما يتعلق باللجان البرلمانية المتخصصة، فيما يتعلق بهذه المعركة أو التنافس حول توزيع الصلاحيات، فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية وخلطها بحالة الطوارئ، فيما يتعلق كذلك بإدراج القضاء العسكري في باب معنون بالقضاء العدلي والإداري والمالي، ثم إدراجه في باب القضاء الإداري والمالي، ولا أدري كيف القضاء العسكري يتنزل في هذا الباب، إلى غير ذلك في اختصاصات المحكمة الدستورية في مراقبة التدابير المتخذة في إطار الفصل 78 إلى غير ذلك. مبادئ الحوكمة الرشيدة للرقابة الديمقراطية كنت أعتقد أنها ستتنزل في الدستور، وكان الخطأ أو الوقع صدمة منذ التوطئة. عندما قرأت وأنه تأسيساً لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يكون فيه حق التنظم القائم على التعددية وحيادة الإدارة والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، فقد وقع اختزال الحوكمة الرشيدة في التنافس السياسي. كيف ذلك؟ الحق في الأمن لم يقع تكريسه وهو محل جدل. على مستوى المفاهيم هنالك تداخل في المفاهيم، فمثلا الفصل 15 يتحدث عن القوات المسلحة أو الأمن الوطني، يستعمله هنا من الجانب المؤسساتي، ولكن في الفصل المتعلق بالنفاذ المعلومات مع احترام القيود المتعلقة بالأمن الوطني يستعمله في مفهوم سياسي استراتيجي، أي سياسة الأمن القومي، ما يسمى لا بوليتيك دو سيكوريتي ناسيونال. وهنا من المنطلق يعني ثم اختلاف على مستوى المفاهيم. مسألة الحياد، الفصل 15 يتحدث عن الحياد، أو الفصل 16 يتحدث عن الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية.
والحياد قلنا هو انياد تام ايديولوجي سياسي واقتصادي، في حين ان الفصل السابع عشر يتحدث عن الحياد التام. هذه الفصول لا ارى ضروره منها لانها تتعلق بتعريف وظائف المؤسسه الامنيه، وهي لا ضروره من التنصيص عليها بالدستور ان لم تتضمن المبادئ التي من شانها ان تكرس نجاعة وفاعلية الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيدة لقطاع الأمن، لأنه تعريف الوظائف يأتي في القوانين الخاصة بمختلف القوات والأسلاك. أختم بإشارتين كذلك فيما يتعلق بتغيير في هذه الصيغة أو في هذا المشروع بإلزامية خضوع المؤسسة الأمنية والدفاعية إلى احترام القانون والالتزام بالأوامر الشرعية فقط، ثم كذلك تغيير مسألة الرقابة البرلمانية على الأمن والدفاع والتنصيص على لجنة متخصصة في ذلك. حينئذ أقول وأختم السيد الرئيس، لا أعتقد أنه بهذه الصيغة نحن نسير نحو تأسيس أمن ديمقراطي، لأنه المسألة هي ليست مسألة توصيف أو تسميات أمن جمهوري أو أمن ديمقراطي، لا، كما أكد ذلك الأستاذ سليم اللغماني في مستهل مداخلته، عندما نتحدث عن ثوابت الإسلام يجب أن نذكرها على الأقل، لأنه هذه هي الضمانة الأساسية لما يسمى للأمان القانوني. كذلك عندما نستعمل مصطلحات أو عبارات كالأمن الديمقراطي أو الأمن الجمهوري، ولذلك أنا لا أحزن على حذف هذه العبارة، يجب أن نذكر ما هي هذه المبادئ. أقول أوكانوم ناسي دو ميموار بور غيوسير دون